ما قلت لي كيف. لا 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 لا. لعبتنا اليوم مفروض انه ولا حد نزل عنها من قبل، لسه جديده، لسه هاتها الديمو. محمد ناجي بعت لي ايميل حكى لي السلام عليكم، انا مطور العاب مصري شغال على لعبه رعب كبيره اسمها بلاغ كاذب، ونزلت ليها ديمو عايزك تلعبه. اللعبه قصتها حلوه والانيميشن والجرافكس قوي، واللعبه عربيه بحوارات مصريه. انا تحمست ان العب لعبه رعب فيها حوارات مصريه، يعني تلاقي الوحش بيجي بيقول لك ازيك يا باشا. مش ظابط ياك، مش ظابط. وبدون تاخير خلينا نشوف اللعبه ونشوف شو مستنانا. اللي ما بيعرف هو صاحبنا محمد ناجي، انه انا ملك العاب الرعب وما بخاف من العاب الرعب. ما في شيء اسمه لعبه رعب قدامي الحسام. انت ازاي يا استاذ؟ تقدم بلاغ كاذب لواحد من اهم رجال الدوله. حلو، بس الحمد لله الكلام خلص. طب لسه ما اتكلم الشاب. اتفضل اطلع برا. اوكي، قبل 5 ساعات لازم نعرف شو اللي صار عشان صاحبنا هداك يروح عند المحقق. كان ماشي بالشارع بالغابه لقى ساموراي قطع راس واحد. يا فندم انا شفته بعيني. عينك مش كفايه، انت متهم يا استاذ بتهمه البلاغ الكاذب. اوكي، هذا الشاب اللي كان بسوق راح عند الشرطي حكى له انه انا شفت واحد بقتل واحد قدامي. قال له لا انت كذاب، ما في اي دليل ولا اثبات، واعطوني مخالفه غرامه 2000 جنيه. لا يوجد فيما قدمته اي دليل واحد على ديفيد ميخائيل. ما لقوا اي اثبات انه ديفيد ميخائيل. هي بيته ديفيد ميخائيلز هاوس از لوكت اند جيت اوت اوف هير. انا ببيت ديفيد ميخائيل وبيته مسكر ولازم اطلع برا. برا وين؟ اوكي، في معي فلاش بقدر اضوي واطفيه، بس انه بخلص فيه بطاريه. ايش هاي رجلي. اوكي، لازم انط. اوكي، انا كنت بحاول انط قاعد صلي ساعه. مش مشكله، عرفنا النط بالاخر. هلا بدنا ننط يمكن هون. ايش هذا؟ واو، مجرد درب التبانه. اوه، في هناك شبكه عنكبوت. نط نط هون، نط نط. اوكي، قدرت انط بالاخر برضو. شو هذا عنده؟ هذا عنده اسد. هذا مربي اسد عنده في البيت. اوكي، انا شو بدي اعمل يا حبيبي؟ كيف بدي العب معه؟ لا هيك مش عدل ابدا. اوكي، 4 2 1 9. كيف اخذها هاي؟ كيف اخذها؟ لا لا اصبر. اي 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 يا محمد ناجي، محمد ناجي الله يسامحك. انا هاي اسناني اكل لي الاسد يا محمد. اوكي، رجعت هون بالبدايه، في عندي قفل لازمني لازمني شاكوش عشان اني اكسر القفل وادخل جوا. هاي نرجع فوق عند الاسد الحلو. 4 2 9 1. شو عمل؟ هاي المفتاح على 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 الاسد. طب يا محمد كان محمد حط لنا سلاح. والله يا محمد انك انسان محترم. طيب بس كيف؟ عطاني سطور. اي بدي اياه، بدي اياه، مش راضي ياخده. يعني محمد ليه حطيته اذا ما بقدر اخده؟ يعني زي كانه واحد صايم بتعمل اكل قدامه وبتخليه يشم الريحه، بعدين بكون لسه ضايع على اذان المغرب 5 ساعات. طيب مش مشكله، نشوف شو عندنا كمان. عندنا هون ولا اشي. اوكي، بدا ارجع فوق، بدا ارجع. بدا ارجع. اوكي، طيب الاسد هناك، انا حنزل هون. اوكي، حطفي الضوء عشان ما اشوف الاسد. اوكي اوكي، طلعت على هاي الثانيه. لا هاي شو؟ طلعت هون. اوكي اوكي، انت هيك رجعتي مكان ما كنت. والشاكوش، بدي الشاكوش انا. هاي ما بتفتح، هاي ما حتفتح، مع انه هاي اللي معي المفروض حديد بتكسر. لا بطاريه هاي خلصت. ما هو يا محمد اذا طفى الضوء المشاهدين مش راح يشوفوا اشي، ولا انا يعني. حنروح هناك على السريع. اوب اوب اوب، اطلع اطلع اطلع. اوكي، انا ليش طلعت فوق الصندوق هذا؟ شو 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 اعمل؟ شاكوش شاكوش. وين الاسد؟ اوكي هيك. اصبر 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 اصبر. اطلع 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 اطلع. اوكي، الله يسامحك، بس الله يسامحك. اخذت الشاكوش، اخذت الشاكوش، اخذت الشاكوش، هذا المهم. هلا بنروح عند الافل هاد و بنكسره. طيب كيف احط الشاكوش؟ كيف احط الشاكوش؟ معي هامر. اوكي، لازم اقرب عليه كان اكثر. طيب ممكن افتح الباب؟ طيب عادي، الضوء طفى، ما عندنا ضوء.
خلاص انا ما بعرف شو فتحت شو عملت. وقعت الخشب من فوق مشيت عليها. طيب دخلنا جوا الغرفة هاي وعندنا مفتاح، مفتاح الباب الامامي. طب بقدرش اخذه خلاص، انا لازم ارمي اشي. اوكي رميت الشاكوش، ما بدي اياه خلاص مش مهم. هذا المفتاح اهم، حرجع اروح عند الاسد ولازم اروح عند الباب هذاك لانه انا صار معي مفتاح. وين الاسد؟ هو الاسد في عنده مفتاح كمان، انا مش عارف شو المفتاح اللي مع الاسد. وينك؟ لا 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 يا ابن الله يا محمد محمد يا محمد. اوكي يعني على الاقل صار معنا فلاش. البطاريه رجعت. طيب شو بدنا نسوي؟ نروح عند ال طب اول اشي اوه هذا الباب انا مش فاهم شو بده. اوكي اخذت الشاكوش بكل احترافيه، بس انا بدي اروح عند الافن هذا اشوف شو موضوعه صراحه. لا بدي احط عليه الرقم السري. لا 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 اوكي مش حينفع احطه والاسد بيطلع علي. الباب الامامي على الاغلب هو هداك، يعني مستحيل يكون هاد. فبننزل هيك على السريع. والله بطير انا. خلي سيمبا يروح هناك وانا بروح هناك. هيك افتح يا ولد، يا ولد افتح يا اخي. انا مش عارف شو بدي اعمل هلا، يعني شو الباب هذاك مسكر، الباب هذا ما في عليه قفل ومش حاضر اكتب، وهذا الاسد جنبي. 4291 انا مش قادر اشوفه. اصبر اصبر. ووو عم بركض وراي شكله الاسد. اطلع اطلع اخذ المفتاح اللي عليه. كنت بدي اخذ المفتاح اللي عليه بس ما زبطت. بطل يركض حيوان. اوكي انا هلا ما بعرف شو بدي اسوي، معي مفتاح الباب الامامي بس مش عارف وين لشو اصلا هو. اذا هذاك الباب ما بينفع احط فيه اشي، وين الباب الامامي؟ اوكي خليني اقرب شوي على الباب. طب ما بينفع اخذ حجر ارميه على الاسد هذا يوقع على الارض ويموت او يدوخ 5 ثواني. والله فتح. ادخل يا زلمه ادخل. سكر الباب. ايه سكر الباب يا الله سكر الباب. اوكي ما بده يسكر الباب يا اخي. شو اسوي انا هلا؟ يعني في هان خزنه. شاف الاسد يا محمد. شو اعمل طيب هلا؟ يعني ما هو شافني الاسد. طيب على الاقل عرفنا انه هذاك الباب بيفتح وانا بطير. هذا الاسد العبيط راح يجنني. لا صار لي ساعة ما صدقت على الله اللي فتحت الباب بتطلع فيه جوا مفتاح. طب ليش؟ شوف الباب هداك لازم يتسكر، ما بينفع يضل مفتوح. وانا لما حاولت افتح الباب صراحة قعدت اخبس 1000 كبسة عشان يفتح الباب، بالعافية فتح اصلا. كنت بعيط قاعد من جوا. صرت عايد اللعبة يمكن 30 مرة بسبب هذا الاسد. اللبوة مش اسد. اكلني يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اوكي ما اكلني. اوكي اخذت المفتاح، المفتاح طلع مفتاح الباب الرئيسي. امانة وين الباب الرئيسي هذا؟ اوكي انا لاحظت هلا انه هدول ممكن ينخلعوا بالكروبر. اوكي واو 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 واو. اوه بدي الشاكوش مرة ثانية يا الله. ايش هذا؟ في رجل بني ادم تحت في الارض. يو ليش في رجل بني ادم في الارض؟ بعدين استنى علي شاكوشي بعيد انا. اوكي حلو الشاكوش اختفى. الشاكوش هيو ما اختفى. وين اخذته انا ولا اخذته؟ هي الشاكوش معي ولا مش معي؟ خلينا نعتبره انه الشاكوش معي ونروح نكسر القفل. اوه الشاكوش معي عن جد، ما بعرف كيف بس انه في كهرباء هون. اوكي شو عم بكهرباء؟ بسرعة اطفي السويتشات يعني. ها كبست كل اشي، والله كبست كل اشي مش طلع لي اشي اعمله. في هون لحمة. لحمة. النمر طفى الضوء.
ما معي ضوء، مش شايف اشي. انتو شايفين اكتر مني هلا. هذا هو درج، بس ما بعرف شو جواته او شو فيه او شو اعمل فيه اصلا. اوكي حطلع على هذا الصندوق، يعني كان على الاقل خليت الضوء يشحن على ضوء القمر، بس اي اشي بدي اشوف انا قدامي. اوه انا في معي قطاعة ما كنت شايفها هاي قبل شوي، بس لشو هاي؟ انا ما شفت اصلا في سلاسل حوالي. قطاعة الكهرباء 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 الكهرباء. اوكي اطلع فوق على الكهرباء، والكهرباء قاطعة اصلا. وين الاسد؟ هاي الاسد. مشيني حركني، مشيني دخلني يا اوكي اوكي اوكي. وين بدي احط اللحمة انا؟ مكان الشاكوش. اوكي حطيتها 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 والله حطيتها. هيو راح، وين راح المفتاح اللي عليه؟ جود باي جود باي يو بريجل باي باي. افتح. فتح الباب. ضل موضوع الكهرباء. اوكي ما قلت لي كيف. لا لا انا استهلكت 7 ارواح من ارواحي عشان اوصل لهي المنطقة امانة. اوكي رجعنا ورا ومعنا ضوء هالمرة. اللحمة. في صورة بني ادم هون. هذا اللي رجله طالعة هناك. اوكي حلو حبيت. في صبارة هون ما كنت شايفها. ما بتسوي لي اشي. اوكي الحمد لله والله، لو قتلتني كنت حزعل. انا اخذت القطاعة من الدرج. احنا هلا مشكلتنا بهاي، كيف اقطعها؟ وات اي دو وات هابن مان وات ريلي ريلي وات. واو، يعني ليش بتصعبها؟ ليش حطها تحت عشان انا اشوفها، عشان اكبس لما اكبس عشوائي تكبس عليها بالغلط؟ يعني ليش خليتني ادور كثير عليها؟ يعني عذبتني. بدي القفل. تعال هات ورا، هات. شكرا باي باي. ها خلصت اللعبة. والله خوفني صراحة الأسد. هيك كانت بس اللعبة التجريبية، هيك خلصت اللعبة. اوكي نسيت اشغل الضوء انا بلعب، اعتبروا ان انا كنت بلعب والضوء مضوي علي، ما علينا. اشكرك جدا يا محمد على اللعبة، بس الاسد كتير مستفز، والسلك لو سمحت خليه تحت مش فوق بالزاوية متخبي، والباب والصناديق يعني مش ضروري اني الزق فيهم عشان اقدر استعملهم. وبنستنى الجزء الكامل. اتمنى لك كل التوفيق عزيزي محمد واعزائي المشاهدين جميعا. بحب لما اعرف انه انتم مبدعين، عندكم اهداف بحياتكم، بتحبوا تعملوا اشياء يعني تطلع برا الصندوق المسكر اللي حابس الناس اللي حابسنا فيه. فمن منبري هذا اللي هو الكرسي هذا ادعوكم الى ان تجتهدوا وتكونوا عناصر مبدعين في هذا المجتمع، وبستنى منكم كل ابداع، وبستنى برضه واحد منكم يطلع بلعبه الحسامه مع سبونج بوب. طبعا اتوقع انه اللعبه راح تكون اسطوريه 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 على الاخر والله. واذا انت يعني بدك تعمل لعبه الحسامه، واذا انت كنت عم تحضر هذا المقطع، بدي احكي لك انه انا مستعد اني اساعدك من ناحيه الاصوات، انه نحط صوتي في اللعبه ونخليها لعبه اسطوريه، احلى لعبه في العالم. وبس هذا كان مقطعنا لليوم، ان شاء الله بنشوفكم بالفيديو الجاي. ان شاء الله يكون عجبكم وعجبتكم اللعبه، بتمنى لكم حياه سعيده، وشكرا محمد على هاي اللعبه، وشكرا لكم كلكم عشانكم حضرتوا هذا الفيديو والفيديوهات الثانيه وعملتوا لايك وعملتوا سبسكرايب. خلاص بكفي، انا رايح، مع السلامه.